أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. يقع الكلام إن شاء الله اليوم تحت عنوان مقارنة ما بين الأب المراقب والأب المخطط. أرجو الانتباه على هذه الفكرة الجيدة. أعني بالأب المراقب إخواني هذا الأب الذي يربي الابن عند وقوع الابن بالخطأ. مثال، أضرب مثال حتى تتضح الفكرة. أحياناً الابن تخرج من فلتات لسانه كلمة قبيحة أو يضرب شخصاً ما معين، يأتي الأب مباشرة: يا ابني مو هذا الفعل خطأ، المفروض تعمل هذا الفعل، الفعل الصحيح أو السلوك الصحيح هذا الفعل. أثناء وقوع الابن بالخطأ وهو منفعل والأب منفعل تكون التربية. طبعاً هذه التربية إخواني الأعزاء لا تجدي نفعاً كثيراً. أما الأب المخطط إخواني لا، يفكر مع الزوجة في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو في 3 أشهر القادمة، ما هي الآداب، ما هي القيم، ما هي المعلومات التي ينبغي أن نغرسها في الابن أو البنت. إخواني قطعاً هذه التربية هي التي تجدي نفعها. الروايات تحث الإنسان على التربية، أيضاً القرآن يحث على التربية ووقاية الأبناء والأسرة من النار. عموماً إخواني أحياناً في هذا المجتمع أرى شخص فارغ من التربية، تشوفه أحياناً ما يعرف آداب التعامل مع الكبير، طبيعي نتيجة انشغال الأب والزوجة عن هذا الابن. عموماً إخواني الأعزاء حتى أسلط الضوء بشكل أكبر على هذه الفكرة أضرب هذه القصة. يوم من الأيام شخص أراد الذهاب إلى السوق، البنت الصغيرة أصرت على هذا الأب أن يأخذها معها إلى السوق. يقول هذا الأب: عند مدخل السوق وجدت امرأة كبيرة في السن طلبت يد المعونة والحاجة، طلبت مبلغ بسيط مالي. يقول أنا خجلا من الخجل والحياء أعطيت المبلغ لمن؟ لهذه البنت حتى توصل للمرأة. قلت تفاجأت بأن بنتي الصغيرة رفضت العطاء. قلت لها: يا بنتي ليش؟ شنو السبب؟ قالت: يا بابا هذه المرأة ما عندها بنك. طبيعي هذا التساؤل، ربما البعض يضحك على هذه الكلمة، طبيعي هذا التساؤل. البنت تعتقد بأن ليس هنالك فقراء وأن الكل عنده مبالغ مالية في البنك. عموما يقول أنا صريت على البنت، بعد الإصرار الكبير قبلت وعطت المرأة. يقول عند الدخول عند باب المدخل مدخل السوق فتحت الموضوع البنت: يا بابا لماذا أعطيناها المبلغ؟ يقول أنا في أثناء هذه المدة القليلة خلال 3 دقائق شرحت لبنتي الفرق بين الغني والفقير وبعض القيم. يقول من خلال هذا الشرح طلعت بثلاث نتائج: أول نقطة بينت للبنت أن هنالك فقراء ولا بد الغني وغير الغني أن يهتم بهذه الطبقة، طبقة المحرومين والمستضعفين في الأرض. الأمر الثاني إن إذا أعطينا للفقراء الله سبحانه وتعالى يضاعف المبالغ التي لدينا. الأمر الثالث إذا أعطينا الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء. يقول خلال 5 دقائق الموقف كله 5 دقائق غرس في بنتي 3 أمور رئيسية. يقول كنت أتمنى أن أكون أب مخطط لهذه البنت، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين.